على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. تم بحثة دا بحثة كي إمام مربوط أبيبا سرتاي ترين كلام كلا قرآن بيروز نعظلبو هذا تقال سرتاي ترين آية كهاتوه طبعا في شكي باسي أواكا فائدة كي إمام وبزانين مثلا قريبا زاني من سرتاي ترين آية كامبوا شقا زانجيك من كردوه على ولي معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل فواعد وبوش ناساي كردني سرتاي ترين شد لقرآن كنازل بو ودواترين شد لقرآن كنازل بو هم بو زانيني سرتاي ترك وهم بو آخر كشي فوائد يكهي فائد يكهي منها يكي لو فائدنا ويا تمييز الناسخ من المنسوخ إيسا إيما بمعنوه يعني معنوه ناسخ ومنسوخ لآيات آية يعني آيات كتري نسخ وقرداته بلان بقي قاعدة أصولي هميشة لاحق نسخي سابق أكا دي أقل إيما نزاني كاملة دو آية دو آية هن معنى كان يعني مثلا بظاهر زديك رأي أكوه داني كان نسخي أو ترياني كردويته أقل إيما نزاني كاميان بلا ونازل بوا نازين كام منسوخك يا وكام ناسخك يا عالم متوجبين فذوك الفائدة كاني دو معرفة تاريخ التشريع الإسلامي شناسائي تاريخ قانون جزاري إسلامي مثلا لفلان وقت أول آية أو آية أول آية بوا نازل بوا لوقتها أو أول آية نازل بوا أو أنا مثلا تشريع نبوة لدوائية لفلان وقتها او آياتنا نازل بوا كباسي جهادك يا مثلا باسي زكاتك باسي نرجك او انا باسي مربوط بتشريع قانون جزاري هم جارا معرفة تاريخ التشريع الاسلامي ومراقبة سيره التدريجي وهروا شاوديري كردني سير يعني قردشي تدريجي قرآن سير يعني حركة حركة التدريجي وقيمة عبيلين مثلا اخوة قولة شراب حرامك بشوار مرحلة جاء حراميك او تدريجية تدريج مثلا لأصلا مادي درجة درجتو يعني بلد درجة طفلو يعني منال طاي كرت حركتي كر مثلا درجة شتي كان دروسة كر بناوي رو روا لدى اعادة سيادو بعرف يلني درجة يعني وسيلي تاقرتني منالة ويو تاقريو فيو حركتك فتيج نبي درجة درجة بمناب وسروشونة أولا بفلكاني بهشت علين درجات نعوذ بالله بفلكاني جهنم علين دركات شكا درك برو خوارشونة درج برو سرشونة باشا تدريج ولين يا همو أولا يتدريني بآرامي حركة كردن جا ديال القرآنش لتشفتاندني حكمكاني خويا رعايتي تدريجي كردوة باشا يعني بآرامي سيري خوي بآرامي دستي كردوة إما أقر وقتك مثلا زاني من كام آية لبيشا نازل بو كام دواتر نازل بو ليواز درست إما حركتي تدريجي قرآن من خسوة جرشا وديرية والوصول من ذلك إلى حكمة الإسلام وسياسته في أخذه الناس بالرفق والبعد بهم عن الطفرة باشا إما عليوارا وفايدة كيتري فايدة هذا الليوارا معرفة تاريخ تشريعة وأمجارا قيشتنا آل ووا يعني لو شناسايا ولو مراقبة أقيب فيه أقيب حكمة إسلام وبسياسة إسلام يعني حكمة إسلام واتا حكمة يعني باراستني مصلحات مصلحات بكردي أبتا برجواندي يعني برجواندي باريزي إسلام مثلا هو كي أقيك إسلام شنه برجواندي أباريزي وشنه شسياستي رامياري باشا برجواندي باريزي رامياري إسلامي لشيا في أخذه الناس بالرفق لويك خلقك أقريب بلان بالرفق بنرمي أيان قريب ايان غير يعني ايان خاف اجير بار ارك خاف سرشان يعني ولا بوردي ناي عربي والبعد بهم عن الطفره
ولا تفردوا يعني خاتوا تفردوا ولي وقولي سختي تقريبا يعني غفلة تعبيان قريوا أو أنا ودوا يعني خاتوا أو تفردوا به مشاكل لغتي وقيل واحد س إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل وآخر ما نزل كما عرف مكيه ومدنيه وغير ذلك يكي كدل شناختي لفوائدي شناختي أول ما نزل وآخر ما نزل دربريني أندازي عنايتا شعنايت أو عنايتيك أحيط بها القرآن الكريم باشا كوا قرآن كريم في إحاطة دراوة آخر قرآن كريم للايني خواي فروردقار وكصاحبي أو كلامي عنايتك تايبته مخصوص في دراوة يعني زور توجهي في دراوة أقر إيه مجهاتي وكو بندقاني أو خواي وكو شوان كوتواني أم قرآن ريرواني أو رسوليك أم قرآني بيس بير دراوة إيمش أو نمان قرآنك لبرنا زرابو أو نيتي فكريبوين أمان زاني أول آية كامية وآخر آية كامية وأمانا أما إيمش للراستاي أو عنايتي خوا حركة مان كردوا وكو خوا شون عنايتي بيراوة إيمش بخشنودي ورزايتي خواي فروردقار لبر خاطري جلب خشنودي أو عنايات مان تداوة حتى عرف فيهم بشويك أو ني عناية في الكراوة بقرآنك أو درجيك لو دا ناسراوة سنتاي ترين شتيك نازلوا وآخر شتيك نازلوا كما عرف مكيه هو مدني وغير ذلك هل وكو مثلا أو آياتاني وانا ما كان نازلوا وانا وانا مدين نازلوا أو أنا شنا فايكراوة يا خيري أو أنا سأويل هاوين نازلوا أويل زمسانا نازلوا هاوي وانا زمزعوا متواجبون بلي وإن كنا لن نذكر هنا أول ما نزل وآخر ما نزل في كل شأن من تعاليم الإسلام فهذا مجهود كبير يعني أجر شيء إما ذكرناك إن ليردا أو سرتايترين شد كنا ظلبوا ودواترين شد كنا ظلبوا لهمو شأنيك لهمو كاريك لتعاليم الإسلام يعني بالتوري مطلق باسي ناظلبوني أولين آياءكين بتوري مطلق باسل نازلوني آخر نهاية مثلا موضوع كان تبقى بندينا في البيجين مثلا أول آية لباري خمر نازلو فلان آية آخر آية لباري خمر نازلو فلان آية أول آية لباري نوج نازلو فلان آية آخر آية فلان آية أجل أم موضوعنا شي كيتوا أما زوري فيها شي أولي أجل شي إيما ذكرناك إن ليردا سرتاي ترينشتيا كنازلو و دوادوات رنشتيك نازل ولها مو شعنيك لتعاليم إسلاما حالين بلا فهذا بوشي أو ناوين وإن كنا ناوين فهذا مجهود كبير شنك أو تلاشكي إجقار قولي زحمة لواني أو أنا بودروز نوين لم كتابة شكولة إنما الميسور في هذه العجالة أن نذكر أول ما نزل من القرآن على الإطلاق وآخر ما نزل منه على الإطلاق كذلك فقد أويك ميسورة وإما آثان وبمان تيقدية أعلم فلا فلا را أويك ذكر بكين سرتاي تريني شتي نازلو لقرآن وآخر ودواترين شتي نازلو هر لقرآن بتوري إطلاق مطلقي حالبي موزوع بندينكين فكان أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني سنة عيترين الشد لقرآن كنازل بوب وصل في غنبر صلى الله عليه وسلم أنفر مذيخواب كدستوري خويندن بفي غنبر أدا اقرأ بخوين بناوي فروردقار توا باشا الذي بناوي فروردقار يكتوا ك آفرینشی کردوا دروسکاری کردوا باشه یعنی مثلا هنری نواندوا هنر نواندنکه اویه لنبون وشتیه ناوته بود باشه خوی آفرینش یا با عبارتی که اوه بلین
وجودي هلب جاردوة بسر عدم يعني خواهي فروردقار بوني في خوش بوانا نبون خلقي كردوة باشا أمجر أو خدايا خلق الإنسان من علم من علق إنساني دروس كردوة لخويني بستا باشا أوي مروي كرد لخويني بستا فرموي زانابو نزاني بستا يعني تعيسا نزان بي إتر بستا يتولى نزان ما ببا بشر علي مروي يعني إنسان مروي لخويني بستا كردوة أو تأم علاقة معناها كتري شي هيا حاضي علاق ذروة كل أحمدية خوين دوتا وأوانا أو بناء أوش هيا كديارة أو معمولنا قر إنسان أخلقي ودروس به لنطفة دروس به لناو أو نطفة هندق وردي ليتيايا زراتي زور ورد كأو زرات زور وردانا زينون لأصلا ولي أو نوردن أبي مثلا شندين برابر بميكروسكوب قوري بكرينوا جاب بين ريان حالبي كبوانا علين شي حيواناتي منوي بعربيكي الحيوانات المنوية يعني أو زندوراني كنناو نطفي إنسانات باشا جاب يارا أو أنا جوختي كبميكروسكوب قوري أكيتوا لشكلي زاروية أو زاروية كايقرن لا إنسانك جاب خلق الإنسان من علق أو معجزة في تياج أو كذا ونازع مجا متوجبي خدا إنساني دروس كردوة باشا لإسبرمك كإسبرمك لشكوي زروة أو متوجبي يعني أو خوايي كلو خوينا بستا يا آلو شكوا أم إنسان شيري نجواني دروس كردوة أتواني شخصيكي جيري وكوتو اي پیغمبر فيري خواندنا وابكا والمشكل نيا اقرأ بخوانا وربك الأكرم فروردقاريتو بخشندترين باشا اگر بخشندترين نبي شون مشكو بيرو هوشي با انسان ابخشي كفيري زانين ببي با عبارته كتير علم زانين كجوهريكي زور گران بآية اگر خوازور سخی نبی لامو سخی سخی تبی بشونه و آبخشی متوجهی؟ کوانتا اما که خدا او آبخشی نشانه اوی اکرمه جابو اکرمی که دیاره او چی اکات او ایت خمد نبی تو فیرش خود نبی آخر پیغمبر رسول داو اوی نه زن بخوانم بله حالا خوای فروردگار لمانا او گینه اداب جویا که او خدایا تتوانه او جور کارانی بوا وجودي ترجح داو مثلا عدمه أم هم موجودة جواني دروس كردوا أم إنسان الشيريني لمخوانا بيسا دروس كردوا أخي خوانا بيسا خوزا خدينا يتبع شايكا يا لو زاروا دروس كردوا أمانا أم جار أم فروارد قارسة خاود من دا أتواني توشفيري خوان لنكا الذي علم بالقلم أو فروارد قاري كإنساني زانا كردوا ببوني بيانوسا يعني بيانوسيك قلميك او كاتل لقاميش دروسيانا يعني اتل لايلونو فلزو لهرشي واختي اخواي قولات شوية بوش اكاب وسيلة زانينو تيقيشتني عالمي بشريات او اذا هناو ناتواني انسانيكي جيرو ببيري وكو بيغنبر تيقينيو وحكم خوي بداتيو فيري خوانيكا بلقط على تواني علم الانسان ما لم يعلم خدا كارخي هر امبوا هر لأساس هر بمشيوا بوا انسانی فیرشتیه کروه که نی ازانی درسته توش نزانی بخوانی بلان اوی اوش بزانی علم الانسان یعنی علم الله الانسان یا علم ربک الانسان ربی تو پروردگاری تو شتیه که با انسان فیر کردوه که انسان او شتی نزانی اوه متوجبین دی وورد بی هذا احادیث صحیحه یعنی لما ورده اکوم الله حدیثه که صحیحات وکا أو حديثاً خرجها البخاري ومسلم والحاكم والبياقي والطبراني هذا تخريج حديثه كان يقوله وكان ذلك بغار حراء آية حرائين نفسه أجر حرائين أرين أجر حراء باعتبار بقعة بيجرين بقعيان مكان فبقعة تعني ستوه فاز مؤنثة يعني أفتوانه غير منصرف به لبر علميته لبر تعنيسي معنوي ولأجر بمكان بيجرين
يصير هر علامة أو خلاص تأنيس تاني شو هو هذا بقى بتأنيس مين؟ ألف مملوك بره تأنيس فيه أبيش لفيش ألف كيوة سحر في أصلي ببي كأم سحر في أصلي حالي كاتت وقت واني بمنصري فيها بغير منصري فيش بيخونته هر قباع شنو هي قباع بغير حراء يا بغير حراء وكان ذلك بغير حراء خارج مكة كغارق إيش جاله حال غارق وياه يا بلين كائن ثابت أو غارق لخارج مكة وا لكي أبو أم لخارج مكة غارق اللي بخارج ولا ليه أو آية تاني يقول هذا هو لكي أبو في 17 من شهر رمضان لحفدي رمضان لش سالك أبو سنة 41 من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم دروز لسالي تشهلو يكي يكابو لا لدايقوني فيغنبر يعني فيغنبر تشهل سال عمري في لوزي تواو كذبو بشتو سردابو فايناب وسالي تشهلو يكاماو هاو فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة في سنة 571 ميلادية يعني لسالي تنصو حفتاو يكي ميلادية لديك ووافق بدء نزول الوحي سنة 611 وسنتاي نازلبوني وحي مصادف بو لقل موافق بو لقل صاوي 611 611 اگر لذري قري حفتاويك تا 629 صاوي اميني امي جانزيك اضافة كبيرة تشيل متواجبين؟ بس اگر اخر امامان تيغنبر دوزي خواهي لسبيل الربيع الاول على دايق بوه يعني او صالي كتيا دايق وصالي ربيع الاول بوه ام وحي اشكبوه ياتوه لماني رمزان ابوه باشا ماني رمزان شن روجي امينه شن ماني ما على صالك شوالي ماوى ذي قعدي ماوى ذي حجة يعني سي ماني مان لصالي كون ماوى بلام ربيع الاول من سهم لصالي تازه مثلا محرم وصفر قزريارة لمحرمة لصالي بلين الربيع الأولى لدى يقبوه أم صالي كوحي كيكات ولماني الربيع الأولى في أغنبتش لصالي كيتواه بوه لماني الربيع الأول بدواه تار رمزان مثلا الربيع الأول يتل بلين دوار رمزان الربيع الأول لدى يقبوه جاي الربيع الأول حسامك الربيع الثاني جماد الأولى الجماد الثانية رجب شعبان ما بينج ما بينج ما مونيو تقريبا أمجا ما بينج أمجا لم لا يشوف بينج ما حفظ الرجل رمضان كزجاج وخير وحي نعت التسلي أجر إما أم حفظ بإذا في هجدة كي أمير كين هجدة الربع الأول شيء كاشن لا هجدة بنتو حفظ وهجدة بتشني سيو بينج أم سيو بينج داني سيا كي بإذا في بينج جيت لك شجمان مو بينج روج يعني ما أتوعين بلين لو كانت هذا في أغنبر درودي خايلة سربي شل صالو بينج مانو بلين بينج روش نا شل صالو شجمان شجمان شجمانو شجمان مانو كما خسر أو مانو كما خسر أو دي أمينته وشي أبيته شجمانو دي شجمانو بينج روش دي شجمان يعني لصالي تشلو يك وتشلو يك صالي ثماني پنج مامو شش مامو پنج روزی لیگو زر آوا آوا متوجه بود؟ بله آوا آوا امجلا و هذا هو اصح الاقوال الذي تطمئن اليه النفس اما صحيح تريني او تانيك نفسي للا مطمئن ابي وقد ورد غير ذلك يا ورد غير ذلك اقوال اخرى وغير امش اقوال كتراتها جاء أخوانك يعني غيرك يمكن بحال أخوانك وبيش ما عنده أبي عاوة متواجبين كوما لقولي كتير عتوه كحال أو كوما لقولي غيري عاوة كوي موت مان كنجملها فيما يلي كإما بإجمال موارد بعد يا ذكرياتي أو كواتا يعني راسرين قول أو يك سرت القرآن إقرأ باسم ربك أو بيجاء أبي أما قولي دوما أن أول يا إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر أو يا أيها المدثر أبوه باشا وورد في ذلك الرواية عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
وارد بو لو موردا روايته لسلمي كري عبد الرحمن كري عوفه وكخرجها الشيخاني شيخان وات مسلم البخاري تخريج عن كردوه وهي الرواية ليست نصا فيما نحن بسبيله باشا أولا أول روايتك كأول روايتان درس نصنية حاولي يعني قطعا مربوط نية بوشتيك إما للرقي أو داينو قرك مانا بلي أويك إما للرقي أو داين لشي من إثبات أول ما نزل من القرآن باشا كقرك مانا إثبات أول مشتيك إنك القرآن نازل بل تحتمل أن تكون عما نزل بعد فترة الوحي بلكو أواء أكريا سورة المدثير مثلا أول ما نزل به بلا بدواي فترة وحي مثلا فترة وحي يعني وحي هاتوها دواي ما وحي قطع بوا وفي غنبران في غنبر دروج خالص بقطع وحي كزوال نقران بوا جاء دواي أويا أيها المدثير هاتوها وتوجه ولا شيء والتوجيه تتري هذا كبدان وهو باشتلا يا ما كعرين خراب اسم ربك الذي أما أولين شيئك لقرآن نازل هو ظلام يا أيها المذيع أولين سورية يعني أولين سورية كالقرآن بتوري كامل نازل هو سورية يا أيها المدثرة أما سورية قرأ باسم ربك الذي يعني سورية علق أو في أجعي نازل هو بقي كيتري لفترة كيتري دواي سورية المدثرة نازل هو أو حالبي فالذواك على الأول ما نزل أول سورية لقرآن ولي انا عبد اول شتي يا القران كان هذا عفخ يعني ادوال سي بعد قول سوره فاتحه هو كسوره الفاتحه دي كانت اول ما نزل اول ما نزل هو ويستدل اصحاب هذا الراي بحديث مرسل باشا بعد استدلال كان اصحاب امر راي بحديثك حديثك مرسله جاء تفسير مرسله كاكاتو سقط من سنده الصحابي لسند حديثك كذا صحابي حذف بوا ساقط بوا يعني أذاني حديث مرسل شو أنا مثلا إذا كان أنا خال عن شتى علين زيد عمرو زيد الروايات كلها لعمرو عمر لا بكره بكر لا خالده خالد مثلا لا عبد الله كري عمره مثلا إذا عبد الله كري عمر صحابية أوائل السلسلات حديثها مرسلية أنا عقلت ما زيد لعمرو عمر لا بكره هي عبد الله كري عمر ما نود باشا بكر وتيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باشا تعم بكر وعمر وأمان جاء صحابيني فالحديثة كم مرسلة ورواه البيهقي ولم يقل بهذا القول إلا عدد أقل من القليل وبيهقي رواية له حديثة مرسلة ظلام أم قول هشكسي أم سينك ذم مقر جماريك زور كم كأولك من كم ترين لكمش لكمش كم ترين أول رؤية كاملة حاربي فاسمع أقول له براو يا مدو قوي إيه كان يا أيها المدثر كان صوري فاتحة متواجبين أمر أبو آخر ما نزلت ما بيأسين يا رجاك موفق يا خلال.